مهم. تخيلوا يا جماعة، مش أنا امبارح اكتشفت إن عماد بيخوني. إيه؟ بيخونك؟ ده كان بيقطع شرايينه عشان يتجوزك. بيخونك مع مين؟ تقولي لها ولا أقول لها أنا؟ إيه ده؟ أنا مش فاهمة. يبقى أقول أنا. عماد امبارح فتحت تليفونه ولقيت مسجات حب بينه للنادين. انتي بتقولي ايه؟ انتي اتجننتي في عقلك ولا ايه؟ لا اهدي كده وامسكي نفسك، انا مش مجنونه، انا شفت بعيني. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا هوايده؟ نادين مستحيل تعمل كده يا حبيبتي. ولا ايه يا نادين؟ ايه يا غزل؟ انتي بتساليني؟ انا هبص لعماد ليه بقى ان شاء الله وعشان ايه؟ لا يا ماما، عيب قوي لما تيجي ترمي بلاكي عليا. روحي شوفي جوزك بيخونك مع مين وتأكدي الأول قبل ما تيجي وتتهميني. أنا آسفة يا غزل، أنا لازم أمشي قبل ما ارتكب جناية. أيوة هربي هربي. الله يخرب بيوتكم، هو أنا ناقصاكوا؟ أنت متأكدة؟ تفتكري أنا ست هبل عشان أجي اتهمها اتهام زي ده وأنا مش متأكدة؟ تعالي تعالي اطلعي معايا الأوضة. اطلعي، ما أنا ناقصاكوا. زي ما سمعت كده يا عماد، فضحتني قدام غزل. انت متخيل الموقف اللي انا كنت فيه؟ انت لازم تقول ان دي مش انا. انت كده كده بتكلمني على رقم محدش يعرفه. ايوه بس في فويس نوت بصوتك، هنكرها ازاي دي؟ بس ماليش دعوه تتصرف، انا هقول ان مش انا نهائي، فهم ولا لا؟ هنكر الموضوع. المهم دلوقتي انت لازم تبص على تليفونها، ممكن تكون بعتت لنفسها المسجات. اتصرف يا عماد بقول لك، والا اقسم بالله هيكون ليا رد فعل مش هيعجبك. طيب اهدي اهدي بس عشان نعرف نفكر. اهدي يا حبيبتي. بلا حبيبتي بلا زفت بقى. طب بصي، انا مع مستر عابد في الاوتيل وما كنتش عارف ارد عليكي، خرجت من الجامعه عشان ارد. هقفل دلوقتي ولما اخلص هرجع اكلمك. ماشي؟ يلا باي باي. خلاص كده مش انا يا باشا؟ توكل يا ضاحي، محدش متهمك بحاجه. الزرقاء ده اهل المنطقه حد خوفهم ولا ايه؟ مش عارف. مفيش الكلام ده يا باشا، احنا شخطنا شخطتين وخلاص. اه طبعا، والشخطتين دول بقى هم اللي قلبوا السوق فوقيه تحتيه. ربك العالم بقى. السلام عليكم. سهيل يا ضاحي. امور يا باشا. ايه علاقتك بحسن ابو خاطر؟ ابن خالتي، اخويا الكبير. اي اوامر تاني؟ تكل. السلام عليكم. اجري يا دلع بعيد يا صباح. تعال يا مالك. ده بحور ده ولا ايه؟ مش عارف حصل ايه. لا باش كلمنينا. صباح الفل يا كوتش. ايه حكايتك؟ ده الحته تفتح عشان تقفل. انا ورايا مصلحه كده هقضيها وارجع اخر النهار. انت عارف يا ده مالك انك مولود على ايدي ولا لا؟ اه طبعا يا كوتش. طب لما هو كده مش قصور لما تبقى قاعد قدام مني تيجي وتسلم؟ انت كوتش عارف ان في بيننا حوارات. اظبط ياض، انا هيبقى في بيني وبينك كده حوارات. الكلام على الخديوي، انا اخوك. انا ايه اضمن لي يعني ان انا لو جيت اسلم هتديني وش ولا هتعمل معايا ايه؟ لا روح اسال اخوك عني. اللي بتقوله ده شغل عيال. بعد كده تسأل عليا وتشوفني قاعد ولا لا، او لو قاعد تيجي وتسلم. فاهم؟ هسأل اخويا. واذا قال لي ان انا كل يوم اجي اديك التمام امين هعمل كده. لا ما تزهق اخوك، بس انت حر. انا كنت بس عايز اطمنك ان انا مش واخدك في سكه سيف وبعاملك كراجل. انت بقى عايز تبقى دلدول في ديل اخوك مشوق. كل واحد بيحاسب على مشاريبه يا تلش. الراجل كبر وخاب أمينة. برضه هتطلق؟ عندك حل تاني؟ والله ما عارف اقول لك يا صاحبي، اللي انت شايفه صح اعمله.
بس الحوار ما خلصش على كده. الحوار ابتدى. عارفك وريك يا صاحبي. رفعت. مظبوط. بس خد بالك الواد ده مش تمام. اخص بجد على الرجوله. الرجوله غاليه ما تستناش من رخيص. سيبك بقى من الكلام ده، عايز اكلمك في الشغل. من شويه كده جات لي مكالمه من عادل السباعي، فاكره؟ طبعا بتاع البودره، ده اشهر من نار على العالم. ده السباعي ده لوحده دوله. في بضاعه انا هجيبها من فيلا على الصحراوي، وبكره هنروح بيها بني سويف. من هناك حد هيستلمها مننا ويكمل هو. قد ايه بقى؟ 50 كيلو، وعرقنا مليون جنيه. ايوه كده بقى يا خديوي، وعايزين نركب على السكه. ده انا نسيت الشغل يا اخي من ساعه ما قلبت لي شبه رشدي اباظه. كله بوانه. بس احنا ما ركبناش على شغل زملاء ولا ايه؟ ما ركبناش على شغل حد. اللي كانوا ماسكين العمليه الحكومه قطراهم وعينها عليهم. بس اعمل حسابك، محمود راح ومركز مع منطقتك وزارة مرشدين، وموقف كمان ليل ونهار. يعني من الاخر عينه عليك. أنا عشان كده مش عايز محمود الرحاوي يركز معانا الليلة دي، عاوزين نشغله بأي حوار، وكده كده البضاعة أنا هجيبها هنا. وأنت لك علي اطلع على الموقف، أعمل لك هناك حتة عركة لا أول من آخر، أسحب لك الاسم كله على هناك. حلو. هم أنا بقى أعمل كام تليفون؟ أمين. أمين يا جان مصر. فين أمي الولاعة دي؟ تحت الكنبة أكتر، تحت الكنبة أكتر يا ريت. خلاص تحت الكنبه. ممتاز. هتيجي بقى تعملي الاركان اللي هناك، وبعدين تعملي سجادتين بعد كده. ايه؟ اللهم فين؟ هم مين؟ هم اللي بيلبسوا ابن الله الماوس كيبنج. هاوس كيبنج. بصرف النظر، سيبنا احنا بقى مشاكلنا ومسكنا في حرف الاكس. الهاوس كيبنج مالهمش علاقه بالدور بتاع مستر عابد. احنا هنا بننظف تنظيف بيوت. حلوة النظافة، ما اختلفناش، بس الأهم بقى إن إحنا كمان نبقى نضاف من جوه. ألا قولي لي يا مس أمان، أنت بتاخدي كام ياختي على شوية العبط ده؟ أكيد بتاخدي ألفات طبعاً، ما هو مال سايب. طب ما تاخدوني معاكوا بقى، يعني بص أنت تقولي لها فوق الكنبة، أنا أقول لها تحت السجادة، عشان ما يبقاش إرهاق عليكي. واضح إن كلامك فيه نوع من أنواع السخرية يا مدام مفاتن، وأنا مش فاهمة سببها. سببها النقطة اللي أنا فيها، بقالك ساعة واقفة تقولي لها الكنبة السجادة الكنبة السجادة. نعطيني، فكرتني يا اختي بالمنادي ده بتاع العربيات اللي بيقف يقول لم ورا اطلع قدام، الله ينور رزق الهبل. لا انت اكيد لك شغلانة تانية اهم من كده بكتير، وانا مصري هعرفها. انا مديرة البيت اللي بحافظ على النظافة والنظام، وباخد بالي من احتياجات الهانم. البيوت الاصيلة بتحتاج لده، مش فوضى. بعد إذنك. شوف بتبصني إزاي؟ مية من تحت تبني. مدام ما بتكلمش إنجليزي.